بسم الله الرحمن الرحيم. بفرض وانا شغال لاي سبب من الاسباب ما شفتش انا اللينك بتاع الريفت وعملت له انسرت مره تانية في نفس المكان، يعني انا مثلا لاي سبب الحاجات اللينك مثلا دخلت فيو فما شفتوش فاعتقدت ان هو شال فقلت له لينك ريفت ودخلت نفس اللينك في نفس المكان تاني، تعتقد ده هيبقى فيه مشكله؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله. هو خدت نفس الملف وقلت له ايه اوكي، جال لي رسالة بيقول لي ده هو موجود قبل كده، ما خدتش بالي قلت له ماشي اوكي، بعد كده ما فيش حاجة ظهرت نفس اللينك اهو، وقلت له هاته لي مرة كمان تمام. جاب لي رسالة برضو لينك ريفيت هو واحد بس، لو دخلت في مانج لينك ابص الاقي هو واحد بس ما فيش اكتر من واحد تمام، يبقى كده ما فيش اي مشكلة خالص، هو هشتغل عادي. لا هتظهر معاك كذا مشكلة، منها على سبيل المثال لما اقول له انترفيس تشيك هو بيقول لي مفيش عناصر اصلا عشان نعمل عليها انترفيس تشيك، فاقول له طب ارسم لي اي حاجه كده سريعا تمام، اقول له هنا كولبريت انترفيس تشيك، فهنا لقيت عندي نفس اللينك اللي هو ارش لينك موديل موجود 3 مرات تمام. طيب وبرده لو جيت هنا في الفي في ودخلت هنا مفيش حاجة ظاهرة، مادام مفيش حاجة ظاهرة يبقى أنا مستخدم فيو تمبليت، فهدخل هنا في الفيو تمبليت وهقول له ال ار اف تي لينك تمام. هاجي أبص هنا لما أفتح علامة الزائد ألاقي إن هو موجود 3 مرات تمام. طيب أنا أعمل إيه في حاجة زي كده؟ طيب أنا عندي 1 و2 و3، فأنا ممكن ألغي 1 و2 وأسيب 3. ألغيهم إزاي؟ بالطريقة العادية، إن أنا هاجي هنا وأروح مختار، أشيل العلامة دي عشان أعرف أختار اللينك، وأجي هنا أختار اللينك ده 3، ممكن تلغي 3 و2 وتسيب 1 مفيش مشكلة تمام. هو كده كده لما تعمل رود هيجيب آخر حاجة. شفت أنا لغيته مرتين ومع ذلك هو لسه موجود، آخر مرة ده اللي هو إيه موجود رقم 1. طيب دلوقتي لما أقول له انترفيس تشيك ظهر عندي واحدة بس، يبقى كده المشكلة اتحلت. لو قلت له اعمل الفيو تمبليت دخلت جواه ودخلت ال ار في تي لينك وفتحت علامة زائد ديت، الاقي هي واحدة بس تمام، يبقى كده المشكلة اتحلت والحمد لله.